السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور شادي شقاقها من كلية العلوم قسم الرياضيات في جامعة اليرموك. يسعدني أن ألتقيكم مجدداً لتقديم كتاب علمي وصل حديثاً إلى مكتبة جامعة اليرموك وأصبح على رفوفها. الكتاب بعنوان Structure and Geometry of Lie Groups صدر عام 2012 ميلادي، تأليف يواكيم هيلغارث وكارل هيرمان نيب. يتكون الكتاب من 21 فصلاً مقسمة إلى 5 أجزاء. الأربعة أجزاء الأولى أرى أنها مقدمة ممتازة لعلم لي ثيري. الجزء الخامس يحوي بعض ما قد يحتاجه القارئ من مواضيع مختارة في الجبر الخط المتقدم، التحليل الرياضي، التوبولوجي الجبرية. يظهر الكتاب بطريقة جيدة العلاقة بين الهندسة التفاضلية واللي الجبرة. ومن الأشياء الجميلة أنه يمكن تدريس مواضيعه بشكل مجزأ لطلبة الدراسات العليا، ولا يشترط دراسته من الألف إلى الياء، بحيث يمكن حزم كل مجموعة ضمن كورس ويدرس كمساق منفصل على النحو الآتي. يمكن تدريس موضوع لي الجبرز ضمن مساق واحد يتضمن الفصل الخامس ومواضيع مختارة من 6-1 أو 7-1 أو على شكل مساقين مختلفين يتضمنا الفصول 5-7. يمكن تدريس مساق لي ثيري أوف ماتريكس جروبز من الفصول 2-4. كما يمكن تدريس مساق كالكولاس أون مانيفولز من خلال الفصل الثامن مجتمعا مع 10-2 و10-3. والمساق الأخير بدوره يغذي مساقا آخر يدعى لي جروبز، والذي يمكن تدريسه باختيار الفصل التاسع كمساق لفصل واحد. أما الفصل الثاني فيمكن اختيار الفصول 10-11 أو ضمن مسار آخر يفضله مدرس آخر هو 12-13 مع بعض الإضافات من 10-4 و11-1. وأخيرا يمكن تدريس الفصول من 14-18 كمساق Special Topics Only Groups. هنالك إقبال على هذا الموضوع في الخارج من علماء مرموقين، لذلك أنصح طلبة الدراسات العليا بدراسة الموضوع ليكونوا على دراية به، مما يعطيهم فرصا أكثر لإتمام الدراسة في جامعات مرموقة عالميا. عندي أمل كبير أن يكون هناك اهتمام بالموضوع على المستوى المحلي في المستقبل، خصوصا أنه موضوع مهم لدى عدة فروع في علم الرياضيات وله تطبيقات في تخصصات أخرى مثل الفيزياء. شكرا لكم على حسن استماعكم ودمتم بخير.